السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة. النهاردة اليوم الخميس طبعا مشتركين مع بعض أنا والشيف إبراهيم ومعانا كمان أخصائية التغذية الدكتورة روعة بابكر. مرحب بك يا دكتورة. مساء الخير عليك شيف محمد ومساء الخير عليك كمان شيف إبراهيم. الليلة حلقتنا هتكون مميزة جدا وكمان ندي شيف إبراهيم فرصة يقول حاجات عن الحلقة اليوم. أهلا وسهلا بكم وبسادة المشاهدين ورحب بسادة المشاهدين وزي ما عودناكم كل خميس إن احنا بنلتقي معاكم بنحاول نعمل مراجعات لحاجات عملناها قبل كده وبرضه بنحاول ان احنا نطلع حاجات جديده دايما زي ما قلنا دايما بتفاعلكم معانا ومشاركتكم معانا احنا بنقدم لكم كل اللي انتم بتطلبوه وان شاء الله باذن الله على الاسبوع الجاي بنرجع تاني لحلقه بتاعه الاستفتاءات خلال الاسبوع على اساس ان احنا نشتغلها يوم الخميس باذن الله بوجود الشيف محمد طبعا ووجودي معاكم ومعانا طبعا الدكتوره روعه. ان شاء الله شوف ابراهيم النهارده طبعا عامل لكم المقلوبه وعاملين طبق سلطه ظريف كده وعاملين طبق من الفطيره دكتوره مع هي فطيره بتتعمل بالطوه بس احنا عاملين لها تشكيله كبيره جدا هي ممكن تتعمل مالح ممكن تتعمل حلو بس احنا النهارده اخترنا ان احنا نعملها حلو مع المكسرات والبسبوسه والكستر والموز ونعملها مع العسل النحل والفول السوداني تشكيله كبيره جدا من الفطيره الطوه النهارده. هنشوف مع بعض اول طبق النهارده طبق السلطه نشوف المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مرة تانية وهنشوف دلوقتي مع الشيف ابراهيم ازاي هنعمل سلطة الزبادي مع النعناع ونشوف المكونات. الشيف ابراهيم طيب سلطة الزبادي او سلطة الروب ممكن نشتغل بالزبادي الجامد او بالزبادي اللي هو الروب اللي هو الزبادي الخفيف تمام بيطلع بكذا طريقة. هنا في السودان طبعا بنحط له جزر مبشور احنا ما بنحط له جزر مبشور بنحط له خيار مبشور مع الزبادي والنعناع. النعناع ممكن يكون فريش اخضر او ممكن نستخدم النعناع الناشف تمام. بنحط معاه فصين توم مفرومين وشويه عصير ليمون وملعقه ملعقتين زيت زيتون لو متوفر لو ما متوفر ممكن نحط زيت طعام العادي. نفرم فصين التوم. احنا طبعا عاملين النهارده مختارين ليه سلطه الزبادي؟ سلطه الزبادي بيفضل انها تطلع جنب المقلوبه او اي اكله فيها اسود لان الزبادي شويه مرطب للمعده بيقلل من الحده بتاعت الاسود. الاسود دايما من الخضروات اللي فيها بعض الانواع منها بتلقى ان هي شويه حاده وبتعمل مشاكل في المعده وكمان بتعمل لناس اللي بيكون عندهم حساسيات فدايما بيتخطى معاها الزبادي عشان الزبادي يقلل من المشاكل اللي بتعمل بتجي مع الاسود تمام. احنا بنحط الثوم المفروم وزي ما قلت انا عندي عصير ليمون يعني ملعقه ملعقتين. الخيار يستحسن طبعا ببشره وبصفيه من المويه حقته بالشكل ده اوكي. وبعد كده عندي كمان خلي شويه للديكور النعناع بفرم شويه كده جنب مع الخيار والزبادي
وكمان ممكن قرن او حبه شطه خضراء، دي اختياريه طبعا يا دكتوره. طبعا الشطه الخضراء ما انصح باي زول انه ممكن يعمل الحاجه دي، لانه احنا اصلا عاملين السلطه دي عشان الاسود زي ما قلت لكم المشاكل بتاعته، فاذا احنا عايزين نعمل شطه خضراء لازم نتاكد انه الزول حيتناول الحاجه دي الجهاز الهضمي بتاعه سليم 100%، لانه اذا عنده اي مشكله حتاثر معاه سلبا، يعني بدل المسلطه هي حتفيده حيكون فيها حاجات حتاذيه شويه ما حتاذيه شديد، لكن في النهايه حتديه مثلا مشكله بتاعه حرقان، الناس اللي عندهم معده تجيب الام في المعده، الناس اللي عندهم قرحه تهيج عليهم القرحه، فعشان كده يا ريت نتاكد قبل ما نحط الشطه الخضراء. طيب يا دكتوره ده بيجرنا لسؤال مهم جدا، الشطه الحمراء ولا الشطه الخضراء اللي هم الضرر بتاعها اكتر؟ اوكي تمام. طيب طبعا هو فرق بين الشطه الخضراء والشطه الحمراء، طبعا الشطه الحمراء هي نفس الشطه الخضراء لكن بتكون مجففه، فبتكون فقدت اغلب القيمه الغذائيه بتاعتها، فبتكون ما الحاجه بس المحتفظه بها الحراره بتاعتها الشديده اللي هي، عشان كده احنا بنقول لكم انه الشطه الحمراء هي بتكون بتاذي، اما الشطه الخضراء هي اصلا بتكون نبات، بتكون غني جدا بفيتامين سي زي ما قلت لكم، يمكن الفيتامين سي اللي بنلقاه في الشطه الخضراء اكثر من البرتقال ذاته. طبعا احنا عندنا مفهوم خاطئ انه فيتامين سي مربوط بالبرتقال، لا، في حاجات كثيره بيكون فيها نسبه فيتامين سي اعلى بكثير من البرتقال، منهم الشطه الخضراء. الناس اللي بيعانوا من التهابات الجيوب الانفيه لو يتناولوا الشطه الخضراء اكيد حتكون مفيده جدا لهم، وبتساعد في تقليل التهاب الجيوب الانفيه، فعشان كده يعني بنقول انه الشطه الحمراء فيها ضرر اكثر مما فيها فايده، اما الشطه الخضراء فيها فايده اكيد كثيره، عدا للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. يا دكتوره بنحط لها ملح بسيط، وزي ما قلت عصير الليمون وشويه زيت زيتون او توفر. سلطه سهله وبسيطه جدا يا دكتوره، دايما افضل يطلع زي جنب المقلوبه جنب ورق العنب. ايوه برضه بتكون من السلطات المحببه. السلطات كمان يا دكتوره اللي هي المهدئه للمعده زي ما حضرتك قلتي، وفي نفس الوقت مهضمه. أيوة. تساعد على عمليه الهضم بسرعه جدا. أكيد. تمام. كمان وقيمتها الغذائية ما عالية شديد، بالعكس قيمتها الغذائية حلوة جدا ومناسبة جدا، حتى لو كان عندنا زول بيعمل في دايت مفيدة جدا له وصحية جدا له، طالعة من كل 100 جرام، كل 100 جرام تديني 85 سعر حراري، من الدهون 4 جرام، كربوهيدرات 8، البروتين 1، مفيدة جدا وصحية جدا، والزبادي زي ما قلت لكم صديق للإنسان، يعني ما بنلقى إنه في زول عنده مشكلة مع الزبادي، نادرا ما نلقى الحاجة دي إذا هو في زول عنده مشكلة مع ارتفاع البروتين، ده الفئة الوحيدة اللي هو بنحاول نقلل لهم نسبة الزبادي لأنه نسبة البروتين فيه عالية. طيب احنا كده قدمنا السلطة بتاعتنا ونحط جنبيها أي ديكور، أنا دايماً بفضل في الـ في الـ في الديكور اللي أنا بطلعه بيكون من نفس المكون. أيوه. يعني عشان يوري الزول اللي هياكل دي بتتكون من شنو، جواها فيه شنو يعني. على قدر المستطاع طبعاً، ما كل حاجة يعني، على قدر المستطاع. بدل عندي طريقة إن أنا أستخدم أو أستغل المكون بتاعي في الديكور ممكن أستخدمه. تمام. كده يبقى احنا جهزنا اول طبق سلطه اللي هو الليله اللي هو سلطه الزبادي، زي ما احنا شفنا طريقه سهله وبسيطه جدا. اهي وشويه زيت الزيتون على الوش. وكده نكون انتهينا من اول طبق من اطباق الليله اللي هو سلطة الزبادي. بننتقل بعد كده للسلطة الخضراء، يعني ما بتحتاج طبعا شرح شديد، السلطة المتوفرة الخضار المتوفرة عندنا. تمام. اللي احنا قلناه قبل كده انه يستحسن دايما السلطة الخضراء دكتورة تقطع طوالي، وان انت حتقدم الوجبة وكمان احجام كبيرة عشان ما تفقد القيمة الغذائية بتاعتها. فعلا يعني حتى الخضار احنا ليه لما نقطعه ونخليه فترة طويلة قبل ما الناس تتناوله بيفقد القيمه الغذائيه بتاعته، لانه فيه كثير من الفيتامينات يعني بتنتهي مع القعده الطويله، لانه ما بتستحمل انه يدخل عليها هواء او اكسجين بيساعدها في انها هي تقل، فعشان كده دائما السلطه الخضراء يا ريت تتقطع قبل الوجبه بفتره بسيطه او اخر حاجه منها واحنا مقدمين الوجبه. بالظبط كده يا دكتوره اهو. احنا الحاجه اللي موجوده عندي يعني ما بالضروره، في ناس بتروح عند بتاع الخضار تقول له عايز سلطه، هو بيعمل يعني الواحد اوتوماتيك المكونات بتاعه السلطه يعني.
ده الا اذا كنت مثلا في حاجات معينه انا ما باكلها او حاجات معينه انا باكلها بكون محتاجها. الشكل ده طماطم. طيب كمان عندنا سلطه الخضراء اليوم برضه طالعه القيمه الغذائيه بتاعتها من كل 100 جرام، كل 100 جرام بتدينا 17 سعره حراريه. زي ما ملاحظين الفرق بينها وبين السلطه الداخل فيها زبادي، نسبه السعرات في السلطه اللي فيها زبادي بتكون اعلى، اما السلطه اللي بتكون خضراء بتكون الكالوري بتاعتها اقل كتير. عندنا الدهون بتاعتها زيرو او ممكن نقول 2 جرام دهون، ما اكثر من كده. عندنا الكربوهيدرات 17، عندنا البروتين 1. طيب يا دكتورة آخر حاجة الخس. لما قلت أنا بشوف الخضار أو فاكهة الخضار الموسم الموجود عندي تمام، بعد كده بتبقى العملية اختيارية بتبقى للذوق بتاع الزبون. تمام. طيب كمان شيف إبراهيم في حاجة أنا ما قلت عليكم، ممكن السلطة بتاعتنا تحت الروب تتعامل بالجزر بالنسبة للناس اللي عندهم جلطات أو عندهم مشكلة في تجلط الدم، ياخذوها مع الجزر ما يتناولوها مع الخضروات الخضراء زي ما ذكرت لكم. فيتامين كي بيزيهم او بيزيد من نسبه او معدل التجلط بتاع الدم، فعشان كده نديه اليوم مع الجزر كخيار ثاني بدل ما هم يتناولوا خضار اخضر. طب يا دكتور انا هكتفي بشويه بصل على الوش ما هديها توابل، لان احنا قلنا ان المقلوبه فيها توابل بما يكفي يعني. أيوة. احنا بنحاول نخفف الحده بتاعت طبعاً. شوف إبراهيم البصل بالنسبة للناس اللي عندهم في عيلتهم أصلاً السكر وراثة يفضل أنهم يتناولوا كمية كثيرة من البصل، لأنه بيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم. حتى لو زول هو عنده سكر وديناه بصل بيساعد على أنه الجسم يطلع كمية أكبر من الإنسولين، محفز الإنسولين، عشان كده إحنا بنقول لكم البصل مفيد ممكن الناس تتناوله. طيب دكتورة بقي بس شوية زيت كده معانا، زيت زي الزيتون صح؟ زيت الزيتون تمام. كده احنا خلصنا مع بعض مع الشيف ابراهيم سلطه الزبادي والسلطه الخضراء، دي هتبقى بجانب المقلوبه النهارده. ممكن نروح نشوف مع بعض مكونات المقلوبه ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه دلوقتي عشان نعمل المقلوبه. طبعا يا جماعه المقلوبه دي بتشتهر يا دكتوره في كل بلد بطريقه، يعني طبعاً ليها كذا طريقه للاعمال بتاعتها. في ناس بتحب تسوي الدجاج،
في الفرن وبعدين تحطه على الرز زي الكبسة. وفي ناس بتحب تسوي الحاجة كلها مع بعض زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. في ناس بتحب اللون الرز بيكون اصفر، في ناس بتحب اللون الرز بيكون احمر، على حسب ما انت عاوزه شكل المقلوبه او الخضروات اللي انت بتستعمليها بتقدري تستعملي نوع الرز اللي معاها. يعني انت لو تستعملي مثلا رز احمر ما ممكن تستعملي معاها الاسود والفلفل الاصفر والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، هيكون في الوان كتيره يعني. فاحنا النهارده عملناها مع الباذنجان. طبعا المقلوبه لازم تشتري مع الباذنجان المحمر زي ما احنا شايفين كده الاسود، بنعمل معاها الاسود تمام، بنديله زي ما اتفقنا قطعنا فيه شرايح كده، وبعدين نرش شويه ملح ونعمله شويه دقيق صغيرين عشان يطلع معاك اللون الذهبي ويكون قوامه ثابت معاك. وبعدين بنشرب زيت يا شيف برضه، بنشرب زيت برضه المهمه بتاعه رشه الملح على الاسود قبل نقلبها في الزيت، بيحافظ على الاسود ان هو ما يشرب زيت كتير. تمام. طيب كمان احنا هنواصل المقلوبه، لكن عندنا اتصال من نوال من مدني. مساء الخير عليك يا نوال. الو. ايوه مساء الخير عليك يا نوال. نوال السلام عليكم. كيف مساء النور. اهلا وسهلا بك يا استاذ. الحمد لله رب العالمين. كيفكم وكيف ناس مدني؟ معاك كيف تمام؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي. الأستاذة نوال من مدني سامعينك؟ أستاذة نوال معليش بس اسمعينا من التلفون عشان نكون متواصلين لوضوح أكثر. أنا مزعج بصورة يعني طفلة صغيرة يعني بتقع طوال يعني. عندها طفلة صغيرة بتقع. بتقع؟ هي بتشتكي من حاجة معينة يا أستاذة نوال؟ هي من أنا ابنها. حاولوا تتصل بينا تاني. يبدو ان الشبكه شويه كعبه. أيوة. استاذ نوال من مدني طبعا احنا اخذنا المعلومه لكن طبعا ما كامله، فما ظنيت ان الدكتوره تقدر تجاوب لانه طبعا موضوع انها بتوقع ساي كده من غير بس ما تاخذ منك معلومات، طبعا اكيد الاجابه ما هتكون شافيه، فحاول تتصل علينا تاني واحنا منتظرين لك ان شاء الله في انتظار تليفونك. طيب شوف محمد ورينا بتعمل في الصوص. دكتوره انا اخذت هنا البصل طبعا مع النص بصلايه مثلا او بصلايه صغيره مع الدجاجه بنقطعها قطع صغيره، وممكن تعمليها اربع زي ما انت عاوزه على حسب طبعا افراد الاسره ما انت بتقدري تعمليها. أيوه. هنحط عليها شويه بابريكا صغيرين عشان نغير شكل الفراخ، نطعمها شويه فلفل صغيرين كده، طبعا حاطين الرز مع الزبده او السمنه او الزيت على حسب ما انت بتحبي تستعمليه. أيوة. ممكن ينقعها شويه مثلا قبلها زي ما اتفقنا، على كل كوبايه رز بتستعمليه من الرز البسمتي 3 كوبايات ميه سخنه، او لو رز مصري ممكن كوبايه لكوبايه وربع ميه. هو طبعا طبعا انا على ما اعتقد يعني المقلوبه بيفضل فيها الرز المصري علشان كلمه مقلوبه انها تتجلد. ايوه. فعشان تاخد الشكل بتاع الجلب الرز المصري نسبه النشا فيه اعلى من البسمتي. بتلاقي. البسمتي ممكن برضه يتجلب بالمناسبه. لكن دي درجه تسويه معينه وكميه ميه معينه عشان تاخد، عشان اكون انا في السيف سايد او كده او ما متعود طوالي اعمل المقلوبه يستحسن دايما ان انا اشتغل بشنو بالرز المصري، بيساعدني على ان يطلع معايا الجلب شكله تمام. لو شوف ابراهيم هنا بنحط حبهان قرفه ورق لورا قرنفل كركم كركم، كل دي بنحطها وطبعا بنخلي الملح نظبطه كل المكونات كلها مع بعض. تمام تمام كده الرز يكون مبهر شديد بتاع المقلوبه. تمام. طيب كمان عندنا اتصال ثاني من ام مصعب من بورسودان. السلام عليكم يا ام مصعب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بك يا ام مصعب وهلا بناس البورد. كيف الاخبار؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. بس عايزه الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يسلمك، الله يبارك فيك. مصعب معليش اقفل صوت التلفزيون وتواصلي معانا من التليفون. ايوه قفلت. بس عايز اسال الو. ايوه سامعيني. اتفضلي يا ماما. ايوه بس كنت عايزه اسال في مشكله النهارده يبدو. أيوة في الشبكه يا جماعه معلش اعفوا لنا. ومصعب حاولي تتصلي بينا مره ثانيه. ايوه كانت برضه السؤال ليكي شكله كده. تمام. ف مصعب معلش حاولي معانا مره ثانيه الليله شويه في مشكله في الشبكه، ان شاء الله نقدر نتواصل معاكي ومع بقيه الساده المشاهدين. ان شاء الله يا شيخ ابراهيم. قلت لي زي ما شمني طبعا الدكتوره بنبهر الدجاج عشان اطلع الزفاره اللي فيه، وفي نفس الوقت بيخش مرحله التسويه. وهنا بنعمل الكركم والحبهان والقرفه وورق اللورا والقرنفل، كل البهارات بتضيفيها على الرز وتقلبيها كده لحد ما يسخن. ممكن نضيف عليها بقى الدجاج كده بالشكل ده.
دي طريقه، وممكن تسويه كامل في الفرن وبعد كده تحطيه على الرز بعدين وانت بتقلبي مع الخضروات. تمام، ابتدي نقلبها كده مع بعض يعني. كده يستوي مع بعض يا شيف ابراهيم. تمام. طبعا كل ما بتكون مستعمل يعني ممكن الرز تستوي لوحده، فراخ تتشوح تستوي لوحديها. ايوه تمام. زي ما قال الشيف محمد في طرق كتيره. أيوة. ممكن الفراخ دي تتسلق واخد الشوربه بتاعتها بتاعت الفراخ اسقي بيها الرز. يعني عشان يبقى الرز واخد تيست برضه بتاع الفراخ. وبعد كده زي ما قال الشيف محمد بنرص الفراخ في الارضيه بتاعت الفورمه بتاعتنا او الطاجن بتاعنا اللي احنا هنقلبه. تمام. وبعد كده بنرص الخضار، وبعد كده بنحط الرز بنكبسه وبعدين بنقلب. دي طريقه، وفي طريقه ثانيه اللي هي شيف محمد شغال بيها دلوقتي. طب نظبط بقى الملح بتاعنا مع الدجاج كده. طبعا ليه احنا بنعمل الالوان والكركم والحاجات دي يا دكتور؟ عشان كل النكهه بتاعت الرز تطلع واحده. طبعا بالاضافه ان انت بتيجي لما بتقلبيها بنحط في ارضيه الحاجه اللي انت بتقلبي فيها، اذا كانت حله بقى او طبق بايركس او اي شكل، بتحطي الباذنجان الفلفل الخضروات بتاعتك. في ناس طبعا بتحب تحط البصل وتحط بطاطس تحط جزر، كل دي انواع من انواع المقلوبه. طبعا. كل بلد طبعا بتاكلها بنكهه خاصه بيها. تبتدي نقلبها كده، وبعد كده نضيف الميه السخنه بالشكل ده. كده الفراخ تحسها لسه انه محتاجه شويه بتاع التسويه مع الرز كده بتستوي. خلاص هي بتستوي يا دكتوره. احنا طبعا خدناها بره لوحدها كده عشان هي متقطعه كده على صغيره فبتستوي معاها. تمام. هي مع الرز والميه تستوي سريع يعني. زي ما شايفين كده كده خلاص. طبعا الرز المصري يا دكتوره ما بياخد ميه كبير كتير، يعني زي ما اتفقنا كوبايه لكوبايه وربع على حسب نوع الرز اللي انت بتستعمله. تمام. بعد كده نغطيه، اول ما بيبتدي يغلي الغلوه دي خلاص بنوطي عليه النار ونخليه بقى لمده مثلا ربع ساعه، وبعد كده تدفي عليه النار. تمام. طيب يا شيف، بعد كده الحله او اللي انت نفس الحله هي اللي بتقلي فيها ولا بتعمل في حله ثانيه؟ ممكن تتعمل في نفس الحله لو احنا عملنا الدجاج تحت ورصينا فيه الحاجه وبعد كده حطيت فوق الرز، ممكن تقلبيها بنفس الشكل وترصي الخضروات حواليها. وممكن بطريقه ثانيه زي اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده، هنرص الخضروات بره وبعد كده نكبس فيها الرز بالدجاج يكون جوه داخل المقلوبه نفسها. تمام. تمام. طيب كده احنا عملنا مع بعض المقلوبه وشفنا مع بعض السلطه الخضراء وسلطه الزبادي. هنستاذن حضراتكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه في برنامج نكهه خاصه، وزي ما شفنا قبل الفاصل احنا عملنا مع بعض سلطه الزبادي والسلطه الخضراء، وعملنا المقلوبه لسه على النار، وشرحنا ازاي هنعملها مع بعض بالاسود والفلفل النهارده الالوان. ممكن زي ما اتفقنا فيها تشكيله كبيره جدا واصناف كتيره جدا ممكن تحطيها في المقلوبه دي. دلوقتي هنيجي مع الشيف ابراهيم هنعمل فطيره الطوه. ممكن نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
رجعنا مع بعض مره تانية وهنشوف دلوقتي مع الشيف ابراهيم ازاي هنعمل فطيره الطوبه بطريقه سهله وبسيطه وممكن تعمل لها حشوات كتيره ومختلفه. اتفضل يا شيف ابراهيم. طيب زي ما شفنا شيف محمد مع بعض المقادير، مقاديرها بسيطه وسهله جدا. احنا نص كيلو دقيق، يستحسن يكون الدقيق المخصوص اللي هو بتاع الكيك وبتاع الخبايز، تمام. بنخد حوالي نص كيلو في العجان او هنعجن على ايدينا، نص كيلو معاه ملعقه كبيره بتاع سكر وملعقه صغيره بتاعه ملح، وبندي مويه لغايه ما نوصل في الاخر لعجينه ناعمه وما بتلزق في اليد، تمام. ممكن نديها شويه زيت بسيطه على اساس ان هي العجينه تكون معانا مرنه. نشيل العجينه بنريحها بتاع نص ساعه او ساعه، خليها ترتاح كده بس من العجنه، وبعد كده بنجيبها زي ما احنا شايفين كده بنفرد العجينه، بنرش شويه دقيق وبنفرد العجينه بتاعتنا بيه النشابة أو بالمردانة كده، علشان أنا هدهن زبدة، فعلى قدر ما أقدر أحاول أرفع الشكل ده. عشان الناس اللي طلبت العجينه دي يا جماعه زي ما احنا شايفين مع بعض، اول حاجه بعد ما بنريح العجينه ان احنا بنفردها كده زي ما احنا شايفين اهو. عندي نص كوبايه بتاعت زبده، دي قريبه جدا يا شيف محمد من طريقه عمل الكرواسون، ان احنا بنعمل العجينه الاول وبعد كده بنوزع الزبده في نص المقدار، لكن ما بنطبق وندخل ونطلع من الثلاجه، لا احنا هنلف. هي تعتبر برضه يا شيف ابراهيم قريبه برضه من الفطير المشلتت اللي احنا بنعمله، طبعا قطع صغيره بعد كده ندي له الزبده او السمنه في النص. ممكن تعمليها رقاب بتطلع معاكي مورقه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي برضه. الشكل ده كده احنا كده يا شيف محمد اهو فردنا العجينه بتاعتنا، بعد كده بنجيب الزبده، استحسن انها تكون بدرجه حراره الغرفه علشان اقدر زي ما انا شايف كده اوزعها على العجينه. قلنا بنستخدم مقدار نص كيلو على العجين كله بالظبط كده. قلنا نص كيلو دقيق، ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره ملح، مويه لغايه ما العجينه تلم معايا. دايما المويه احنا ما بنحدد مقدار بالذات في العجائن، زي ما قلنا مع اختلاف نوعيه الدقيق بتختلف كميه المويه. بنعملها طبعا كده يا دكتوره لازم تاخد لها طبقه الزبده عشان تطلع مورقه معاك، يعني تبقى مع اللفه اللي انت بتعمليها تطلع هشه، ما تطلع عجين بس زي ما احنا بنشوف في الفطاير مثلا او حاجه زي دي. طبعا كل ما بتحط لها ماده دهنيه في النص وتيجي تلفيها بتطلع معاكي رول زي السينامون رول كده. ايوه. وبعدين تروح انت مقطعاها وتسيبها تريح شويه، تاخدي الطبقات على بعض بتطلع معاكي شكلها مورق يعني. تمام. يبقى شيف كده اهو. طيب طبعا الفطيره بتاعتنا اليوم دسمه جدا جدا زي ما شايفين شيف ابراهيم مغرقه بالزبده. القيمة الغذائية بتاعتها طالعة من كل 113 جرام، كل 113 جرام تديني 390 سعر حراري، 390 سعر حراري فيها 24 جرام من الدهون، وكمان عندنا من الكربوهيدرات 36 جرام البروتين نسبته بسيطة شوية اللي هي 4 جرام بروتين. طيب يا دكتورة احنا زي ما انت شفت كده فردنا العجينة بتاعتنا، خطينا زبدة وبعد كده نبتدي نلفها رول بالشكل ده. نلف الرول بالشكل ده، نلمه كده. انا هشتغل على اثنين، عاملها فطرتين شويه كبار، تمام. لو انا شغال بالمقدار كامل بيعمل حوالي اربع فطاير او خمس وحدات، بنقطعهم بالطريقه دي كده، تمام. انا هقطعهم على، نشيل الحروف دي ونشيل دي ونقطعهم على اثنين، تمام كده. وبعدين باجي من فوق كده او من جنبه كده و عجينه ثانيه لمها كوره كده بالشكل ده، تمام. واسيبها برضو المفروض انها ترتاح شويه. الرقات انا عايز اوري الشاده المشاهدين اهي، الرقات بتاعت الزبده مع هي أيوة. دي اللي بتعمل الرقات بتاعت الفطيره. طريقه الرول اللي احنا عملناها دي هي اللي بتعمل رقات الفطيره اهو كده. دي قلنا هنسيبها شويه تريح. احنا طبعا هنشتغل عليها على طول، تمام. هناخد الاولانيه
هنا بقى ببتدي امسح شويه زيت. يعني انا الاول مره فردت بدقيق. ليه؟ انا عايز العجينه تكون سهله معايا في الفرد على اساس ان انا عايزينها زيت. هنا بقى بجيب شويه زيت اهو. طبعا يا جماعه انا الخطوه دي اكلتها سريع، يعني دي المفروض تريح شويه مع الزبده. تمام اهو، ممكن كمان اشوف ابراهيم تتعمل باليد عادي صح؟ باليد اللي هي انا ما هحشيها. انا دي هحشيها. لا تتحشي، لازم تتفرد بالمردان. بالمردان عشان تديني رق رفيع، لكن اللي هي هحطها كده بس واحط عليها الحشو من فوق زي بتاعه الموز اللي احنا هنعملها او بتاعه القشطه والعسل دي بفردها بايدي. تمام. ما بحتاج، لكن دي انا عشان هحشيها فبخلي المساحه بتاعتها ارق شويه في العجينه. ارق وبعدين هرجع تاني بالمناسبه، يعني بعد ما احشيها هرجع تاني ابططها بايدي زي ما الطريقه اللي انت قلت عليها يا محمد دلوقتي. تمام. اجيب كاستر، ده نعمل واحده بالمحشيه كاستر والبسبوسه. تمام اهي، حط الحشوه بتاعتنا كده. طيب الفطيره دي مش هتتمنى ان هي دسمه، انا ما هنصح اي زول عنده مشاكل في القلب، مشاكل بتاعه كوليسترول، ما يتناول منها خالص. ممكن نديهم مثلا كل اسبوعين نديهم منها حاجه بسيطه، لكن على طول ما ينفع لانها غنيه جدا بالزبده. الزبده زي ما عارفين ان هي حتزيد لي وحترفع نسبه الكوليسترول. اكيد الناس اللي عندهم مشاكل في القلب برضو ما امنه بالنسبه لهم، ما يتناولوا منها كميات كبيره. ناس السكر برضو ما يتناول كميات كبيره، ممكن نديهم منها قطعه صغيره جدا، لكن مع مراعاه انه السكر معمول عليه كنترول ولا لا. اذا اصلا السكر عالي ما ينفع يتناولوا اصلا اساسا منها لحد ما السكر بتاعه يظبط. على طول مطفش لنا زباين طلعوها انك تطلب لكن فيه. تمام. ونجيب يا شيف كده اهو، ونجيب دي كده فوق دي، ونجيب دي كده، ونجيب دي كده. الطريقه اللي قال عليها شيف محمد دلوقتي ان انا بفرد بالايد، ببتدي فعلا اهو بالشكل ده. بس اكون حريص جدا عليها، لان طبعا الزبده بتكون مرققاها خالص. ممكن هي العجينه نفسها هشه وقليله بالظبط، وهو ده المطلوب، وده المطلوب من العجينه. كده انا عندي الطوه سخنه، بحطها في الطوه كده. تمام. لاحظ يا شيف انا ما حطيت ماده دهنيه، طبعا بستخدم طاسه تيفال. وفي نفس الوقت انا العجينه عندي طبعا فيها زبده، كميه بتاع الزبده، فما عندي مشكله في موضوع اللي انت قلت عليها دلوقتي يا شيف، ان انا دي انا ما بديها اي حاجه خالص، دي انا بفردها بس ايه بايدي كده. ممكن نديها الحشوات بتاعتها اللي هي فوق بتبقى من الخارج بس. من الخارج دي ممكن برضه تبقى فطيره ساي كده مع الشاي مع الجبنه، اكل بيها جبنه ما في مشكله. تمام. او زي ما احنا هنعملها دلوقتي مع الموز. و ممكن تعمل كمان شوف ابراهيم بدل الحشوه الداخليه زي ما حضرتك عملتها مع الكاستر، ممكن تعمل خارجيه برضو مع الموز والقرفه والعسل، تعمل مع المكسرات. في اشكال كتيره جدا ممكن تعملها معاها. بالظبط كده. شوف الفطيره بتاعتنا ماشيه كويس، ما بتاخد زمن كتير على النار، بس انا اكون متابعها وانا شغال. قلنا الحشوات دي يا شيف بتبقى يعني ممكن لحمه مفرومه، ممكن جبنه بيضه مع جزر مع خضروات، ممكن حلوه النهارده هنشغلها كلها بالاصناف الحلوه بالموز والكاستر وصوص الشوكولاته البسبوسه، يعني مكسرات ممكن برضو نشتغل بيها. تمام. انتوا العجنه اصلا كاتبين فيها سكر؟ ما العجنه فيها ملح؟ معلقه واحده سكر. فيها ملح؟ ملح دايما، لازم ملح. الملعقه الصغيره بتاعت الملح دي برضه معلومه للساده المشاهدين، دايما الملح في العجائن كلها بيتحط عشان بياخد نسبه الرطوبه من الدقيق. تمام. يعني دي فائده الملح، حتى لو بعمل كيكه بيبقى فيها ذره ملح برضه لازم عشان دقيق. برضه قبل كده شيف محمد ذكر في البشاميل، لما نيجي نعمل البشاميل لما نيجي نربط اللي هو الابراي اللي هو الدقيق مع الزبده، بنرش برضه حاجه صغيره ذره بتاعت ملح علشان الدقيق ما يكلكع ما يمسك. ايوه تمام.
اوكي بسم الله اهي دقيقه الفطيره بتاعتي بدات تحمر سيبها على النار كده. طبعا ميزه الفطيره دي يا دكتوره انها ما بتاخد تسويه كتير يعني لان الورقه بتاعت العجين نفسها بسيطه فبتاخد بس يعني مثلا مجرد دقيقتين ودقيقتين على النار. هي الفكره كلها ان احنا نسيب العجين في الاول يستريح. لازم يستريح ده يا جماعه يعني لازم يقعد اقل حاجه نص ساعه. العجين بيكون فرغ الهواء اللي فيه ويكون العجينه نفسها بقت لينه تقدري تستفادي منها ان انت تقدري تفرديها خفيفه. لكن لو اشتغلتيها على طول في نفس التوقيت بتبتدي العجينه تقطع منك ما بيكون فيها عرق لسه بتاع العجين نفسه. تمام. فاحنا دايما بنقول لكم ان احنا بنسيبها تستريح نص ساعه بعد كده بنسيبها تاني بعد ما نقطعها ونحشيها الزبده برده بنسيبها تاني زي 10 دقائق تبتدي تشتغلي بيها بالحشوات اذا كانت خارجيه او داخليه زي ما احنا شايفين. تمام تمام. يبقى تاني بسرعه يا جماعه للي لسه يا دوب متابعينا اثناء الحلقه اللي لنا نتكلم على الفطير او فطيره الطوع قريبه جدا من الفطيره اللي احنا بناكلها بره وطريقتها سهله جدا وبسيطه ما بتحتاج مننا امكانيات كثيره وما بتحتاج مننا فرن بنعملها في الطوع. الخامات نفسها بتاعتها بسيطه جدا احنا بنشتغل بثلاث مكونات والميه الحاجه الرابعه بنشتغل بالدقيق نص كيلو دقيق بياخد ملعقه كبيره سكر وبياخد ملعقه صغيره ملح او ذره ملح زي ما بنقول بنضربهم مع بعض بنضيف الميه لغايه ما تتكون عندنا عجينه ناعمه ومتماسكه وما بتمسك في الحله اللي انا شغال فيها عفوا شغال فيها عجن. بعد كده باخد العجينه بخليها تريح بعد ما تريح بطلعها بفردها برش شويه دقيق بفرد العجينه بتاعتي برش او بدهن الزبده اللي هي بدرجه حراره الغرفه يعني لازم الزبده تكون لينه عشان اعرف اوزعها على العجينه بتاعتي بلفها رول وبقطع على عدد حبات الفطيره اللي انا عايز اعملها وبرضه بلمها وبعملها كور وبخليها برضه ترتاح شويه بتاع 10 دقائق ربع ساعه وبعدين في الطاوله زي ما احنا شايفين كده مع بعض ببطها بيدي وبفردها وبحطها في الطوة بسويها على الجنبين. لو عايز احشيها بفردها بالمردانة بتاعتي عشان اخد راج رفيع جدا وبعد كده بحط الحشوة في النص وبطبقها بلمها من الاجناب وبرجع تاني لما بيدي بس خلي بالي في الحتة دي عشان انا رققت العجينة شديد بحاول ان انا بططها بالراحة جدا بيدي وبعد كده بحطها في الطوة زي ما احنا شايفين اهو وبندخلها على الطوة. ما بحط اي مادة دهنية في الطوة لان العجينة ما بتكون مستحملة العجينة اصلا فيها نسبة زبدة. لو عايز اكتر بقى الزبدة وكده ممكن امسح الطوة بتاعتي بسمنة او بزبدة ما في مشكلة. وكمان يا شوف ابراهيم العجينة دي فيها ميزة كمان ان هي عشان معمولة بالزبدة ممكن ترقيها يا دكتوره تعمليها زي الجلاش كده خفيف تسويه برده في الطوة او في الفرن وتطلعيه تسيبيه يعني تحمصيه زياده عن اللازم تخليه بس الطبقه رفيعه جدا بعد كده تطلعيه من الفرن او اذا كنت بتعمليه في الطوة برده تخليه ينشف كويس وبعدين تكسريه ممكن تتعمل منه برده ام علي. أيوة. لان العجينه طعمها فيها سكر وفيها زبده عجينه دسمه بتنشف يعني بتتعمل وتترقى جامد وتخش الفرن في صينيه الفرن يعني زي ما انا فردتها كده تمام بتتفرد زياده وتتحط في الصينيه بتاعه الفرن وتخش الفرن تتقلب على الناحيتين كل ما بتترجع طبعا كل ما هتنشف في الفرن وبعد كده بكسرها بيدي وبعدين بديها المكسرات وبديها الحليب بتاعها وبديها الكريمه من فوق وبتبقى عندي ام علي عاديه جدا. طيب احنا هنشوف الفطيره وهنعرف عنها اكتر لكن عندنا فاصل نمشي ونديكم راجعين ثاني. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين الفطيره بتاعتنا طلعت يا شيف محمد تمام تسلم ايدك يا شيف ابراهيم دي اللي هي محشيه ممكن اديها شويه عسل عشان نخرب القصه خالص يا دكتوره عسل بتحب تخرب الحاجات يا شيف ابراهيم يا شيف دي كده الفطيره الاولانيه وبعد كده عندنا الفطيره الثانيه لسه تاخد لون نحطها على النار لغاية ما تلون الشيف محمد هيكمل لنا المقلوبة المقلوبة زين دي بس بسيطة دي حشيناها كاستر ومايونيز كاستر بالطريقة العادية جدا وممكن برضو القشطه الكدابه لو ما عندي كاستر اللي هو شويه حليب او ممكن شويه حليب بودره يعني حوالي 6 ملاعق حليب بودره مع كوبايتين او كوبايه بتاعت مويه
عاديه بنحطهم على النار مع بعض، وبعد كده بنحط عليهم شويه السكر والفانيليا ونربطهم بالنشا. ادي دي دي قلب. طيب ممكن نعمل مع بعض برضه يا شيف ابراهيم قبل ما الفطيره دي تطلع، نعمل مع بعض المقلوبة. زي ما اتفقنا ممكن تجيبي الحله بتاعتك، ممكن تكبسيها على طول من اول مره. في ناس طبعا بتحب يا دكتوره تسوي كل حاجه مع بعض، يعني بتعمل الحاجات دي رقات مع بعض طبقات، وبعد كده تقلب من نفس الحله على الطبق بتاعها، بتطلع كلها درجات الوان. وفي طريقه ثانيه زي اللي احنا هنعملها النهارده، ممكن ترصي الخضار بره وبعدين تكبسي فيها الرز مع الدجاج. بتبل شويه ميه اقول لك دايما لما احاول اقلب القالب دي شويه ميه بسيطه كده عشان لما اجي اقلب تساعد تسهل تكون سهله بالظبط كده. طيب نرص هنا الباذنجان كده بالطريقه دي، ممكن نحط قطع الفلفل برده معاها الوان بالشكل ده. طيب طبعا في فرق في بين القيمه الغذائيه للفلفل الاخضر الاصفر الاحمر، بتختلف من واحد للتاني. هي طبعا القيمه بالذات اللي هي بيكون فيها اختلاف هو الاختلاف بتاع فيتامين سي. دايما الفلفل الاحمر يمكن قطعه واحده منه بتدينا الحاجه اللي احنا بنحتاج لها في اليوم او اكثر، يعني بتدينا كميه كبيره من فيتامين سي، عكس تماما الفلفل الاصفر بيدينا الحاجه اللي احنا بنحتاج لها بالضبط القطعه الواحده. اما الفلفل الاخضر بنحتاج من قطعتين لثلاثه قطع عشان تدينا الكميه المناسبه من فيتامين سي اللي هو جسمنا بيحتاج لها خلال اليوم. برضو بحب اذكر الساده المشاهدين احنا مع بعض اهو، الليمون المعصفر طبعا الخيار ما شاء الله شباب ما قصروا معاك، الليمون زي ما احنا شايفين كده، وهنتابعه مع بعض خلال الايام الجايه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كل مدى اللون بياخد اللون الاصفر ويبتدي ان هو يستوي. بعد كده طبعا الطعم، يعني هنحاول نوصل لكم الطعم على قد ما نقدر. شباب ما وصلنا طعم الخيار. ايوه ما شاء الله. تمام. طيب بالنسبه للمقلوبه احنا ما تكلمنا عن القيمه الغذائيه بتاعتها. القيمه الغذائيه للمقلوبه طالعه من كل 100 جرام 175 جرام من الطبق، من كل 175 جرام بتديني 320 سعر حراري، بتديني من الدهون 14 جرام، من الكربوهيدرات 27 جرام، من البروتين 19 جرام. طبعا نسبه البروتين اعلى من نسبه الدهون لانها بتحتوي على الفراخ وهو مصدر اساسي من مصادر البروتين، وثاني حاجه الرز هو مصدر اساسي من مصادر الكربوهيدرات. طيب يا دكتوره انا دلوقتي سحبت الفطيره الثانيه، ولا دي فطيره بتتعمل كده؟ أيوة. ممكن اكتفي بيها كفطيره كده، اكل بيها زي العيش، يعني اكل بيها جبنه، اكل بيها مربى وقشطه، مربى وعسل براحتي، يعني اعتبرها برضو زي الفطيره العاديه. تمام. او ممكن اضيف ليها اضافات زي ما انا هعمل دلوقتي، اضيف ليها قشطه وعسل وسكر، برضو تبقى حاجه حلوه سيئة. طبعا بدل القشطه ممكن احط الجماده بتاعت اللبن، يعني عشان برضو ما امشي اشتري لها قشطه مخصوص، بالذات ناس الخليج ما شاء الله الجماده بيكون عندهم سمحه. ايوه فعلا. واللبن بيكون دسم، فالجماده ممكن استفاد بيها في القصه دي، ان انا اخذ الجماده بتاعتي افردها على، مفكها بشويه لبن كده وبفردها على الفطيره حقتي الطريقه دي اهو كده. عندي العسل، العسل بتاعك سايل اكتر؟ لا ده انا عامله ده سيرب اللي هو الشيرب، ما جايب عسل، يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نشتغل بالحاجه المتاحه تحت ايدينا. ما بمشي اشتري حاجه مخصوص علشان اعمل الصنف، انا في البيت الاولاد نفسهم في حاجه حلوه زي ما قلت الجماده تحت اللبن، انا غليت اللبن وشلت الجماده، في ناس بيجمعوا كميه بتاع الجماده في البيت. ادي كده الجماده موجوده عندي، الفطيره دقيق وسكر وملح ما فيها اي حاجه. تمام. العسل لو ما عندي ملعقتين كوبايه سكر مع كوبايه مويه على النار، بعملهم مع بعض كده وبسقي بيها الفطيره بتاعتي زي ما انا عملت كده، اصبح عندي صنف حلو باقل الامكانيات. ايوه فعلا. تمام. تمام. بعد كده بحط سكر البودره دي ورشه كده مع العسل. يا سلام قصه جميله ما تنتهي. ممكن شويه مكسرات، شويه زبيب، وكده بتكون بقت جاهزه الفطيره بتاعتها. ايه جاهزه، حاجه معموله في البيت باقل الامكانيات، ما كلفتني الكثير. زي ما قلنا
نص كيلو دقيق معاه ملعقه كبيره بتاع سكر، ملعقه صغيره بتاع ملح، نديها ميه لغايه ما العجينه تلم معانا وتكون ناعمه وما بتتلم ما بتتزق. بعد كده بحط اريحها وتاني برجع افردها ارش ادهنها بالزبده واعملها رول واقطع الناي واعملها كور واخليها ترتاح شويه. شيف محمد شايفه ان هو قلب المقلوبه وهي المقلوبه اتقلبت وما شاء الله. شيف محمد شكل رائع زي ما قلنا، استخدمنا هو فصل البصل ما دخلوه في وسط الناي، ودي برضه حل من الحلول لو في زول في البيت ما بياكل بصل. دكتور روعه محمد ما مشكله، هو مشكلته كده يكون عادي. دكتور روعه ما بيحب البصل. كده شوف ابراهيم يبقى طبق المقلوبه والفطيره الحلوه سلطه الزبادي. طبعا احنا حطيناها يا جماعه عشان فيها طبعا جزء من الشطه والفلفل. أيوة. والكاري والكركم والحاجات دي كلها بتدي، عاوزه حاجات مهدئه زي ما حضرتك اتكلمت عن سلطه الزبادي وسلطه الخضره. طبعا لازم بالنسبه لها عشان نكمل الخضروات اللي احنا عاملين بيها السلطه زي ما اتفقنا مع الباذنجان والفلفل والفطار الحلوه. طبعا مشكلنا فيها زي ما انت حضراتكم شايفين جزء مع الكاستر، جزء مع البسبوسه، جزء مع المكسرات، جزء مع الموز بالكاستر برده. اي شكل انت ممكن تعمليه، اسهل الامور ممكن سكر بودره بس تبتدي تعملي بيها، او زي ما اتفقنا تعمليها رقات رفيعه تسويها في الفرن تقرمش معاكي وبعد كده تكسريها تعملي منها برضو ام علي. طيب شيف محمد نديها بس لمعي تبقى هنا. زي ما قال الشيف محمد اصناف الليله يا جماعه اصناف سهله وبسيطه وما مكلفه. الناس اللي بيقولوا ان احنا بنقدم حاجات غاليه ومكلفه، زي ما احنا شفنا مع بعض صنف الحاله اللي احنا عملناها الفطيره. انا ما داير اقول لكم الفطيره الواحده من دي في السوق بره بيكون سعرها زي أيوة شنو. تمام، احنا بنص كيلو بنعمل حوالي، يعني احنا دلوقتي اشتغلنا الكلام ده كله بكيلو، عندنا ما شاء الله 1 2 3 4 5 5 وفي لسه كمان جزء، يعني 6 فطاير. الفطيره الواحده بمقدار القصه بتاعه التكلفه بتاعه الفطيره اللي احنا عملناها الليله مع بعض. المقلوبه رز، وممكن بالمناسبه المقلوبه تبقى خضار واسود ورز بس، يعني ما الا يكون فيها نوع لحمه او نوع دجاج. السلطات طبعا دايما بنكون اساسيه وضروريه على السفره بتاعتنا، حتى لو معانا خيارايه طماطمايه مع شويه بصل زي ما احنا عملنا الليله النهارده، سلطه ما فيها اي تكلفه، بس في الاخر احنا بنحاول ان احنا نكمل القيمه الغذائيه بتاعه الاطباق او السفره بتاعتنا. تمام، اكيد الاطباق بتاعتنا اليوم قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بالذات للناس اللي حابه تزيد وزنها، بالذات تناولوا التحليات اللي هي عاملينها شيف محمد وشيف ابراهيم. بقول لهم تسلم يدكم على الحاجات الجميله، واكيد احنا عندنا حلقات كثيره ان شاء الله. للناس اللي ما قدرنا نتواصل معاهم يا ريت تراسلونا على بوست الصفحه او تعاودوا الاتصال علينا في حلقات قادمه ان شاء الله، واكيد احنا بنوعدكم انه نوفي لكم طلباتكم زي ما عودناكم دايما. في ختام كل حلقه بنقول لكم في امان الله.